ازيك يا زميلي عامل ايه؟ دلوقتي المعروف ان محرك انريل انجين 5 اظهر لنا القدرات الحقيقيه لوحدات التحكم المنزليه الحاليه، حيث يسهل على المطورين الحصول على ادوات التطوير والدعم الكامل. العديد من استوديوهات تطوير الالعاب العملاقه والصغيره بقت تعتمد بشكل رئيسي عليه في تطوير العابها على محرك الجيل الجديد انريل انجين 5 الذي اعلن عنه العام الماضي، وقد اعلن مؤخرا عن النسخه المحسنه منه انريل انجين 5.1، ودي تعتبر اكتر تطورا عن النسخه الماضيه. النسخه الجديده دي من المحرك وتحمل رقم الاصدار 5.1 جعلت من التصاميم الثلاثيه الابعاد وتجارب الجيل الحالي في الوقت الفعلي اسهل واكثر كفاءه وسلاسه ومتعدده الاستخدامات لمعظم الصناعات الرقميه. وفقا لشركه ايبك، فقد تم اطلاق الاصدار انريل انجين 5.1 مع العديد من التحسينات الرئيسيه التي جعلت مرئيات الالعاب اكثر جمالا، حيث يتيح لك التحديث الجديد للمحرك التعمق اكثر في تحسينات الاداء والوظائف الرئيسيه القادمه لميزات مثل ليومن ونينايت وورلد بارتيشن وفيرتشوال شادو مابس والمزيد. هذا الخبر هو فرصه ثمينه لمعرفه مدى حداثه جهازك وتوافقه مع محركات الجيل الجديد. اصدرت ايبك ديمو مجاني تجريبي للمحرك تحمل اسم انريل انجين 5.1 نينايت ريدوود فورست ديمو، حيث ستخبرك بالفعل قوه جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وتاخد جوله في الغابات المليئه بالثلج والاشجار العملاقه، وتشوف تقنيات الظلال الحديثه وانعكاسات الضوء في المضلعات والكثير من الاشياء الثوريه. فهل سيتحملها جهازك على اقصى اعدادات ودقه ممكنه؟ يهدف الاصدار 5.1 الى زياده فرصه اللعب بالتقنيات المتقدمه من ايبك جيمز بمعدل 60 اطارا في الثانيه، بشرط ان يتم استخدامها على وحدات تحكم الجيل الجديد او اجهزه الكمبيوتر بمواصفات قياسيه ليست اقل من المتوسط. ميزه نينايت وليومن وخرائط الظلال الافتراضيه والدقه الفائقه المؤقته يدشن انريل انجين 5 جيلا جديدا في دقه المرئيات، ويقدم مستوى غير مسبوق من التفاصيل في عوالم الالعاب كما في جزيره باتل رويال. تتاح الان ميزات الجيل الجديد من ميزات انريل انجين 5 مثل نينايت وليومن وخرائط الظلال الافتراضيه والدقه الفائقه المؤقته عليه. دلوقتي انتم عمالين تسمعوا كلمه نينايت وليومن وكمان خرائط الظلال الافتراضيه وعاوزين تعرفوا ايه المميزات دي وبتقدم ايه. اقول لك يا صاحبي، طرطق لي ودانك الحلوين دول واسمع. ميزه نينايت ابعاد هندسيه عليها الدقه على وجه التحديد، تعالج الابنيه من ملايين المضلعات في الوقت الفعلي. تقدم ميزه نينايت كل طوبه ولوح خشبي وتقطير جدار مع مشهد المناظر الطبيعيه عاليه الدقه. كذلك تضم الاشجار المنفرده نحو 300,000 مضلع، وينمزج ايضا كل حجر وورده ونصل عشب. يعني يا جماعه بتقدم دقه عاليه جدا من الجرافيكس والوضوح لدرجه ان انت يعني ما تعرفش تفرق بين الحقيقه وبين الجرافيكس. نروح لميزه ليومن، تقدم انعكاسات تتبع اشعه عالي الجوده على المواد اللامعه والمياه، كما تقدم اضاءه عامه في الوقت الفعلي بمعدل 60 اطارا في الثانيه. سيمكنك رؤيه مساحات داخليه جميله باضاء موزعه، بالاضافه الى شخصيات تتفاعل مع اضاءه محيطها، كما ان الازياء ذات الخصائص الانبعاثيه المعروفه بالمتوهجة ستنشر ضوء على الأجسام والأسطح القريبة، يعني تتبع أشعة بطريقة كويسة جدا. نروح لميزة خرائط الظلال الافتراضية، تتيح خرائط الظلال الافتراضية تظليلا عالي الدقة، إن كل طوبة وورقة شجر وتفصيلة منمزجة ستلقي ظلال وسيظهر التظليل الذاتي بدقة هائلة، بمعنى إن أشياء مثل القبعات وتفاصيل صغيرة أخرى على الشخصيات ستلقي ظلالا أيضا، بمعنى إن كل شيء مهما كان صغير هيكون له دور في جرافيكس. وفي حاجه كمان اسمها TSR، ودي تعني الدقه الفائقه المؤقته. تعد الدقه الفائقه المؤقته تحسينا على مانع التشويش المؤقت، على سبيل المثال في النسخه الجديده من لعبه فورتنايت، حيث تتيح مرئيات عليها الدقه بمعدل اطارات مرتفعه، ودي يا جماعه بتقلل من تشويش الصوره في الالعاب. تعليق اخير على المحرك، المحرك رهيب جدا جدا يا جماعه، لدرجه ان انت ما تعرفش تفرق هل الشخصيه دي في فيلم ولا هي في لعبه، هل الجرافيكس ده لعبة ولا حقيقة. المحرك جبار جدا. يا رب تكونوا استمتعتوا بالفيديو. طبعا يا جماعة ما تنساش تعمل لايك وشير الفيديو على قد ما تقدر، واشترك في القناة لو انت لسه مشتركتش في القناة لحد دلوقتي. ومسا فخم جدا جدا عليكم يا شباب.